بخير، كل عام بخير، السلام وياكم. يا رب يعيد سعيد عليكم، الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك على أمة محمد، شعب العراق إن شاء الله. حلوة هاي الأجواء وحلوة هاي اللمة. جميلة، رائعة، أجواء حلوة. منين جايين؟ من بغداد. كيف صار لكم هنا ببربيل؟ صار يومين بس أخوي ساكن هنا. حلو، بعدين وين راح تروحون؟ وين راح تغيرون؟ نرجع من جدول يعني لو نعم نعم دوام نرجع دوامنا. نعم بس بخير راح تروح تبقون وبعدين تنتقلون ان شاء الله ان شاء الله تنتقلون لغير مكان؟ نعم نرجع بغداد ورا ما نكمل العيد. يعني ورا العيد ترجعون لبغداد؟ ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بالسلامه وطريق السلام. ما قدمتي لنا تهنئه؟ لمن تهنيت عايدين؟ اهن الشعب العراقي اجمعين، اهنك، اشكركم كادر. يعني ايش اقدم تهاني للشعب العراقي اجمعين؟ اول واحد قدمتي له تهنئه من هو؟ والدي، هي عائلتي، والدي، والدتي، زوجي الله يسلمك، والاخويا موجود وياي اليوم الله يسلمك، عائلتي وبعدين الشعب العراقي. جايبينك اليوم مال بغداد لو منا راح تاكلون؟ لا لا منا اهل بغداد دائما يجيبون وياهم. البارحه خلاص جبتوا شنو؟ كليت شو هاي الشغلات. العافيه عليكم. كل عام وانتم بخير. وانتم الف خير. الله يسلمك. ناخذ زوجة تخاف يزعل علينا. لا لا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، الصحة والسلامة إن شاء الله، موفقية. ويحفظكم ويحفظ عراقنا الحبيب من شمال الجنوب. أول ما عادت زوجتك لو؟ إي أول واحدة زوجتي. عادت زوجتك وبعدين؟ ووالدتي. الله يحفظها. وأخواتي وأخوتي. الله يحفظهم. إي والأقارب. كم صار لكم الزوجين؟ صار لنا 15 سنة. يا رب الله إن شاء الله العمر كله. شلون تشوف هاي الاجواء واللمه؟ والله فد اجواء حلوه وراقيه ما تنوصف. اي نعم. اول مره تجون لا ثاني مره هاي صار نجي جا. اي نعم. ممنونين.